معه شوي هذا المال، اخذوا له صورة، او انا بالحقيقة راح اخذ له صورة. هذا من احسن الواقيات الشمسية اللي جربتها، جربت عشرات، لو يخلي وجهي يعرق، لو يترك اثر ابيض وما يناسب السمر ويطلعني رصاصية، لو من اعرق يسوي خطوط ابيض فضاء، يعني استخدمت انواع فظيعة. هذا هو مرطب، هو واقي شمسي SPF 50، يعني يحميك 100%، يرطب ويعالج البشرة اثناء الوقاية، بيجل الصبار فيهدي البشرة، معناتها ما يطلع حبوب، يعني الشغلات المكتوبة به فظيعة فظيعة، يحمي من UVA UVB rays، يعني الاشعة الفوق البنفسجية وتحت البنفسجية ومنها ومنها، فظيع، كلش راح تحبوه. من تخلوه هسه راح اشوفكم قوامه على يدي حتى تشوفون شنو قصدي، يختفي ويخبل على الوجه. بعد شلت الفلتر وجبتكم هنا، راح اشوفكم القوام. اول ما تخلوه يبين هالشكل لونه، صحيح تفركوه حتلاحظون شلون راح يبدي يختفي. طبعا خليته هواية على ايدي كلها لان اريد اشوفكم الفرق بين الايدين. شوفوا شلون اختفى. ما سوى البشرة رصاصي، انا اعاني من هذا الموضوع واعرف هواي بنات مثلي، ما يخلي البشرة تعرق، ما يزيت، كل ما تقدرين ها اخلي فوقها المكياج بدون اي مشكلة، فظيع.